يا ترى علشان اعرف اجري واروح المدرسه واجي اعمل الهومورك بتاع المدرسه، وعلشان العربيه تقدر تمشي، وعلشان لمبه النور بتاعتنا تقدر تنور، الحاجات دي كلها محتاجه ايه؟ الحاجات دي كلها محتاجه حاجه اسمها انرجي، محتاجه طاقه. ايه الطاقه دي؟ ده اللي هنتكلم عليه ان شاء الله في يونت 2 معانا. زي ما احنا عارفين في بدايه كل درس لازم بيكون عندنا اكتيفيتي. البري كويز ده بيكون سهل جدا، بنوقف الفيديو ونسكان الكيو ار كود، وبنسكان الكيو ار كود. لو ما عندكمش الكيو ار كود سكانر بيكون في لينك الكويز، ممكن ندخل عليه ونحل الكويز، ولو في معلومات مش عارفينها نستنى لاخر الفيديو ونرجع تاني للبري كويز ونحله تاني. علشان نفهم معنى الانرجي اللي هي الطاقه لازم الاول نفهم يعني ايه ورك، يعني ايه شغل. طيب احنا بنستعمل كلمه ورك مثلا ان انا اقول انا عندي الهومورك بتاعي، او I have to cook، I have to clean، I have to run، كل دوت شغل احنا بنعمله كل يوم.